بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، نجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب من جديد، حيث أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة الشوط السادس للأبكار اللقاية المهجنات. انطلقت هذه الشعارات وهذه الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس. ترحيبنا بكل الشعارات وكل الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا المهرجان الغالي، مباشرة مع المركز الأول لأتابع غلا عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصورية، مقدما لشعاره ومقدما غلا. بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات احضرت شوب سلطان بن حميد بن حمد العويسي، هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز الثالث القادمة والحاضرة سلام عمر بن عبد الله بن مطر بن هذا الاكتبي هو القادم. بينما المركز الرابع القدوم والحضور احضرت الشبابية جمال بن راشد بن كاسب المسافري، هو القادم في هذه اللحظات. المركز الخامس أتابع القادمة في هذه اللحظات والحاضرة نجود الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، هو القادم في هذه اللحظات. انتقل إلى المركز السادس لأتابع الانضمام، لأتابع التدخل في هذه اللحظات. خيارة هي القادمة، أحمد بن سيف المهيري هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز السابع أتابع خلابة سالم بن سعيد بن مبارك بن سلطان الاكتبي، هو القادم. بينما الحضور والوصول أوصلت مع المركز الثامن لأتابع هذه الشعارات، لأتابع هذه الأسماء أحضرت وتقدمت. القادمة حظ في هذه اللحظات محمد بن أحمد بن فلاح المنصوري هو القادم. بينما المركز التاسع القادمة والحاضرة أحضرت نجود، تقدمت نجود الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ هو القادم. والمركز العاشر ياهي من شعارات قادمة لتتقدم في هذه اللحظات اليازية، سالم بن راشد بن نايع الغفلي. هكذا يا من تتابع النتيجة للعشرة النجوم، للعشرة العمالقة. أعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، حيث التحدي، حيث الانطلاق في هذه اللحظات. من تنطلق وتندفع؟ شوب سلطان بن أحمد بن حمد العويسي مقدما لشعاره، يحتل المركز الاول، يحتل الصدارة في هذه اللحظات. القادمة غلا، غلا هي القادمة. عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث القادمة عجيبة هي القادمة، عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي هو الحاضر. بدأت المعركة، بدأ الصراع، اشتدت المعركة في هذه اللحظات. المركز الرابع مرحبا، مرحبا بالقادمة، مرحبا بالحاضرة، احضرت في هذه اللحظات. بلشة مفلح بن حمود بن مطرق الحمري البلوي يقدم بلشة في هذه اللحظات. وصلكم بعناد يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. المركز الخامس القادمة والحاضرة، أتابع القدوم
والحضور احضرت فراسة مبارك بن عامر بن علي بن عبد الله الحبسي هو القادم. يا هي من معركة يا اخوان، يا هو من تحدي، بينما القادمة في هذه اللحظات احضر الدلايل احمد بن خليفة بن هامل الغيث القبيسي. يا هي من معركة، اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول. ما زالت في هذه اللحظات شهب مع الصدارة، شهب وسلطان بن حميد بن حمد العويسي هو القادم، ولكن غلا عامر بن مصبح بن عامر المنصوري ووصلت بلشة، اوصلت بلشة بشعارك يا ابو عناد. مفلح بن حمود البلوي يقدم لنا شعار في هذه اللحظات، وايضا القادمة دلايل هي القادمة، احمد بن خليفة القبيسي. بدأ الصراع، بدأ التحدي ما بين بلشة، ما بين القبيسي، ما بين البلوي، ما بين القبيسي. اللحظات الاخيرة، روح يا ابو عناد، روح روح يا ابو عناد، روح مع بلشة بلشة بلشة. والقبيسي خطير، القبيسي خطير، ولكن بلشة بلشة. مفلح بن حمود البلوي يقدم بلشة، والقبيسي مع شعاره يقدم دلايل احمد بن خليفة القبيسي، ولكن بلشة بلشة بلشة. دلايل دلايل وبلشة، ولكن اهل الانجازات، اهل التاريخ، اهل السجلات، اهل البطولات، مع بلشة مع بلشة. بلشة بالانجازات، بلشة بالبطولات، بلشة بالتاريخ، بالسجلات. يا اخواني والله انجازاتها عديدة، انجازاتها وبطولاتها عديدة. مشكور يا محمد يا بن حمود يا البلوي، من قدم بلشة، بلشة بالسجلات، بلشة بالانجازات. سلامي يا فالح بن حمود البلوي، سلامي يا مفلح يا بن حمود يا البلوي، سلامي لابناء حمود البلوي. تهانينا والناموس. بلشة 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 بلشة، ابلشت الجميع. تهانينا والسلام الى تبوك الورد. تهانينا والناموس لمالك بلشة مفلح بن حمود البلوي المركز الثاني. اوصل الدلايل احمد بن خليفة بن هامل القبيسي المركز الثالث. اوصلت الحيدهية سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي والمركز الرابع. اوصلت مع المركز الرابع متابعينا الكرام العاصمة حاتم بن سعيد بن محمد بن مهية الكثيري والمركز الخامس. اوصلت مع المركز الخامس متابعنا الكرام نوف راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفلي. اذا بلشة الانجازات، بلشة مفلح بن حمود البلوي، والتوقيت الافضل. الله يا ابو عناد على هذا، 7 دقائق 20 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني كانت دلايل احمد بن خليفة بن هامل الغيث القبيسي، وتوقيته الزمني 7 دقائق 21 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، اوصلت العيدهية مع المركز الثالث سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، توقيته الزمني 7 دقائق 22 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل.